الأزمات في العراق بكل الاتجاهات، سياسية واقتصادية ومعيشية، ولعل أبرزها الأزمة المائية. فشح المياه أكبر التحديات التي يواجهها العراقيون، وقد تعظمت هذه المشكلة مع تجاوز المحافظات حصصها من المياه على حساب بعضها البعض، مما ينذر بنزاع داخلي مفتوح. من جهة أخرى، وفي محاولات موضوعية لحل مشكلة المياه بشكل عام، تمنع وزارة الزراعة العراقية زراعة بعض المحاصيل، مما يؤدي لتفاقم أزمة الفلاحين إنتاجيا. بلاد ما بين النهرين تعاني من أخطر الأزمات على الإطلاق، شح المياه. وقد نجم عن هذا الوضع نشوب خلافات وازدياد النزاعات القانونية بين المحافظات المتجاورة بسبب اتهامها لبعضها البعض بانتهاك الحصص المائية المتفق عليها، مما ينذر بحرب مياه داخلية. الهدر الجائر لبحيرات الأسماك والمتنفذين، والتي لا تستطيع حقيقة وزارة الموارد المائية أن تردع هذا الموضوع، وبالتالي هناك هدر جائر مو فقط على دجلة، أيضا على حوضي دجلة والفرات، هدر جائر من بحيرات الأسماك، من التجاوزات، متجاوزين لمتنفذين حقيقة. وزارة الزراعة العراقية وفي محاولة لتدارك الأزمة المائية حظرت زراعة 8 محاصيل لهذا العام لتتفاقم أزمة الفلاحين الذين يدفعون الثمن مزدوجا، ندرة المياه وانقطاع الرزق. تم إقرار 600,000 دونم فقط لزراعة المحاصيل الخضر فقط وبعض المحاصيل البسيطة، مع غياب تام لمحصول الرز، الذرة الصفراء، الذرة البيضاء، الماش، عندك الدخن، الأمور الزيتية الأخرى، السمسم، هاي محاصيل تم منعها بشكل كامل. وزارة الموارد المائية المعني الأول بتقنين الموسم الزراعي قللت من حجم مشكلة الري الزراعي، إلا أن واقع الأنهر العراقية يشير إلى عكس ذلك. وضعنا خطة للتعاطي معها تؤمن عدالة توزيع المياه المتاحة في نظامنا المائي وفي سدودنا إلى جميع محافظات العراق بدون استثناء، وفق أسس علمية معروفة، وما يسهم بإنجاح هذه لحد الآن ناجحة. لحد الآن إحنا مطمئنين بالرغم من انزعاجنا من بعض التجاوزات. وبغياب خطة وإجراءات حقيقية لتدارك أزمة المياه، تعول الجهات المختصة على غيث السماء في الشتاء المقبل علّه ينقذ المواسم الزراعية اللاحقة. يأمل الكثيرون أن تتمكن الوزارات العراقية المختصة من إيجاد حلول تكفل التوزيع العادل للمياه قبل أن تتحول أزمة المياه إلى نزاع داخلي مفتوح. حيدر الأسد، سكاي نيوز عربية، بغداد. معنا الآن من بغداد الخبير المائي عادل المختار. مساء الخير أستاذ عادل، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. دائما نتحدث على الأقل في الآونة الأخيرة عن تفاقم هذه المشكلة، مشكلة المياه في العراق. أود منك أن تشرح لنا باختصار شديد ما هي أسباب أزمة المياه في العراق اليوم. هل هي تتعلق باستخدام المياه داخليا؟ هل تتعلق بالسدود الموجودة في الدول المجاورة؟ اشرح لنا باختصار لو سمحت أسباب هذه الأزمة برأيك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لقناتكم الكريمة أن أتاحت لنا هاي الفرصة. هذا الموضوع حقيقة، أزمة المياه قبل أكثر من سنة حذرنا أنها أنه الصيف القادم راح يكون صيف قاسي، أزمة مياه كبيرة راح تعصف بالبلد. وحتى معالي وزير الموارد المائية أكد هذا الموضوع، أنه أزمة المياه راح تكون قاسية جدا بالصيف نتيجة موسم شحة أمطار تزامن مع إملاء سد أليسو، وأيضا الخزين الاستراتيجي ضعيف عندنا، فهذه كلها ضعفت في هذا الأزمة. بالنسبة لنا كنا واضحين من البداية، قلنا يجب إعادة النظر بالسياسة الزراعية ككل ضمن ظروف هاي الأزمة. تعرف حضرتك بعد العراق أيام الوفرة المائية ماكو، أصبحت من أيام الماضي، أيام الفيضانات والوفرة المائية. فإذا يجب إعادة النظر بالسياسة الزراعية، وأيضا يجب وضع استراتيجية واضحة لإدارة المياه بالعراق. هاي الأزمة واضحة أنه ماكو استراتيجية واضحة لإدارة المياه في العراق، فهذه حقيقة أسباب الأزمة الحالية. نعم. طيب، فيما يتعلق بالمحافظات. نعم. أستاذ عادل، وحصص المحافظات، من هي الجهة التي تحدد
ما هي حصة كل محافظة من هذه المياه؟ هل هذا يعود لوزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية؟ هل هذا يعود إلى المحافظات نفسها؟ أم من هي الجهة تحديدا؟ نعم، حقيقة هو يصير اتفاق ما بين وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة بتحديد المساحات الزراعية المخصصة في الموسم الصيفي، وعلى هالأساس تقسم الحصص المائية من الموارد المائية للمحافظات قاطبة. هنا يجب أن نذكر المسألة الأساسية، احنا اليوم بعد ما نقدر نزرع المحاصيل الزراعيه اللي تستخدم مياه كبيره، اذا يجب اعاده النظر بسياسه الزراعه مثل ما قلت. على هالاساس راح تظهر حقول الدواجن، الثروه الحيوانيه، تصبح النمط الزراعي الاول اللي يجب ان يتم به البلد. الشيء الثاني، يجب استخدام الزراعه المغطاه، الزراعة الخضر بالتقنيات الري الحديثة. هذه أمور كان يجب من قبل سنة الاستعداد لهذه الأزمة بهذا الشيئين، البرنامج الوطني للدواجن حتى حقول الدواجن تشتغل، وأيضا اليوم التثقيب بالنسبة لمنظومات الري الحديث. النقطة المهمة اللي لازم يفكر بها كل المعنيين، اليوم احنا ما نحكي عن أمن غذائي للبلد، هذا المصطلح انتهى ضمن أزمة المياه الحالية، اليوم نحكي عن كيف نوفر مصدر عيشة للفلاح، أن يقدر يشتغل بالزراعة وينهض بالواقع ماله المعيشي. ليش؟ لأن أزمة المياه قارصة جدا وقوية جدا. إضافة لما نحدد هذه راح تصبح التجاوزات أقل، التجاوزات ده تحدث لأن الفلاح لا زال ده يستخدم الأسماك، ده يزرع الحنطة والشعير، وهذا استخدامات المياه كبيرة فتحدث الأزمة أو التجاوزات. إذن يجب تثقيف الفلاح بإعادة النظر بالسياسة الزراعية حتى يقدر نمنع التجاوزات ونقدر نحقق موسم زراعي ناجح حسب المصطلح نقوله. نعم. نعم، كما جاء في التقرير أستاذ عادل هناك بعض المحاصيل التي إذا تسمح لي أشرح. تفضل تفضل. نعم نعم، أنا يعني حتى أوضحها لكل المشاهدين، إحنا في موسم الصيف حسب الصيف إحصائيات الصيف المضى نستخدم 15 مليار متر مكعب بموسم الصيف لاستخدامات الزراعية. إحنا بالنسبة للمياه الشرب ما عندنا مشكلة، المشكلة راح تصير بالنسبة للمياه الشرب في ذنائب الأنهار اللي صعب نوصل المي إليه لأن مناسيب المي، وهذا ممكن حلول تنحل. لكن المشكلة اللي نعاني منها هو باستخدامات الزراعة، إحنا باستخدامات الزراعة نستخدم 15 مليار، إذا يجب أن نقلص هذه الاستخدامات. على سبيل المثال تربية الأسماك تحتاج 350 مليون متر مكعب مياه، إذا يجب هاي البحيرات أن تطم فورا، تلغى فورا، لكن نشوف لحد الآن أكو بحيرات دا تعمل وبأعداد كبيرة وهذا هدر بالمياه كبير. النقطة الثانية في موضوع سقي البساتين نحتاج إلى 3 مليارات و100 ألف متر مكعب، لو نحول المنظومات الري إلى الزراعة الحديثة أو الزراعة الري بالتنقيط راح نوفر بحدود مليار ونص إلى مليارين. هذه الوفورات بالإضافة إلى موضوع الأهوار تأخذ مليارين، إذا ممكن نخفضها إلى مليار، هذه الوفورات قد تعبرنا موسم الصيف وتحقق لنا زراعة. بالنسبة للزراعة بصورة عامة الحنطة والشعير أيضا يأخذ بحدود مليارين ونص. هذه كلها الوفرة إذا قدرنا نوفر بحدود فد 6 مليار 7 مليار إذا الموسم يصبح ناجح ممكن، لكن مع الأسف اليوم ما حد يهتم. احنا هذا الحكي كله حكيناه من سنة كاملة، اليوم دخلنا في الأزمة انه استخدام المياه. لماذا لا يتم التجاوب استاذ عادل مع كبير هذه يجب ان مع انه يعني هذه التقنيات التي تشير اليها، الري بالتنقيط، الزراعه المغطاه، البيوت البلاستيكيه، هذه التقنيات يعني رخيصه الثمن، غير مكلفه، متوفره بشكل بسيط، لا تكلف الميزانيه اموال هائله، لماذا لا يتم التجاوب مع هذه الدعوات برايك؟
حقيقة إحنا عشنا في وفرة مائية، بحبوحة مائية، فكنا ما مهتمين لهذا الجانب. من قلنا أنه يجب أن نركز إعادة النظر بالسياسة، يعني حتى نكون إعادة النظر. على سبيل المثال اليوم الإرشاد الزراعي يجب أن ينزل بثقلة يعتمد على الفضائيات، شلون يوصل هذه التقنيات وتركيباتها للفلاح حتى يقدر يقتنيها ويشوفها سهلة. إذن الفضائيات الإرشاد يجب أن يعتمد الفضائيات الزراعية بتوصيل التقنيات الحديثة للفلاح. أيضا عدم اهتمام الوزارة بهذا الجانب وأهميته، يعني 3 مليارات استخدامنا، 3 مليارات و100 استخدام لسقي البساتين، هذا فد رقم كبير، لكن لو تحولت إلى منظومات ري بالتنقيط ما راح نستخدم أكثر من 1 مليار 1.1 مليار، يعني 2 مليار هذا وفورة مائية. كل ما هنالك التثقيف، توفير المعدات، الفلاح، الإرشاد، هذه كلها كان لازم نعمل منها عليها من أكثر من 6 أشهر. إذا أكو كان تباطؤ، إهمال، ما أعرف شو تريد أقول يعني هذا، لكن اليوم إحنا في أزمة يجب أن نبدل كل هذه ونشتغلها، لأن احتمال كبير والأنواء والمنبئين يقولون احتمال الشتاء القادم راح يكون أيضا غير مطري أو يمكن يكون جاف، وهذا راح يؤدي إلى كارثة قوية بالصيف القادم. فإذا إحنا اليوم استعدادنا منها سيبدي بتغيير النمط، وكل هذه تبدل تلافيا للأزمة القادمة. هو نعم. للأسف يعني أستاذ عادل لا أدري إذا كان بالإمكان التعامل مع قطاع الزراعة والموارد المائية بمعزل عن التعامل مع كل القطاعات الأخرى بشكل إداري جيد شامل، يعني كثير من القطاعات بحاجة إلى إصلاح في العراق. أود أن أشكرك الأستاذ عادل المختار الخبير المائي، كان معنا مباشرة كلامك صحيح. من بغداد، شكرا جزيلا.